السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في القناة المزيانة بتاعنا، وتتواصل الأجواء الاحتفالية الحلقات المزيانة بتاعنا. الحلقة بتاعنا هذه مسترسلة وفي جرة الحلقة اللي فاتت بتاع الموزاريلا والريكوتا والفرماج وكل الموزاريلا اللي عملناها المرة اللي فاتت، باش نعملوا بها اليوم بيتزا. والبيتزا متعمها راهي صدقوني كان تبعوا الوصفة متاعها تطلع لكم حاجة رائعة جدا جدا جدا. ربي يبارك لك يا مها ويرحم ميمتك، وقل لهم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باه باش نعمل بيتزا نصور ناس كي تعرفوا عجينة البيتزا كيفاش. عجينة البيتزا هي نورمالمون ماء وفرينة وملح وشوية بغير فزيت في الاخر وخميرة وخميرة بيان سور خميرة. باه انا كويس عندي الماء هذايا، انا قاعد لي من الريغوتا وقاعد لي من الموزاريلا سميتولي عنده اسم شرش. كويسك اني عندي شنا استغلو بهي، فما اللي يحط لها اليغورت، فما اللي يحط لها العظافه، كل واحد كيش يحب. اني جربت برشا طرق، والطريقه الاحسن طريقه لقيت هي الطريقه هذه الحقيقه نتاع ربي الباتي. فوالا البات تجينا كي نتاع البره بالضبط، معناتها اني نحب البات راهي نعملها مرفوفه وتجيني بالحق كي نتاع البرا وكها وفهمت. باه شنو المكونات نتاعنا؟ شنو المكونات نتاعنا؟ عنا لهنا شنو نقول لك، خلينا نخدموا في العجينه قبل. العجينه شنو عنا؟ عنا كيلو فرينه باش نحط هنا يا ساشي ونص يا زوج ساشيات خميره، نحبوا نسرعوا في الحكايه نتاع زوج ساشيات. ومراهم في الشتاء اذا كاش تعملوا كيلو فرينه في الشتاء زوج ساشيات لازمين، في الصيف تعملوا حتى شكيره ونص بالفعل. اما انا نحب نسرع لازمنا ماء دافي ماهوش سخن. معناها هذايا سخنته انت شفتو. دافي اي فوالا دافي. شنو شي تحط؟ شي تحط هذوما العطورات هذوما. لحظه باش نقرب لك. اني العجينه نتاع البيتزا الباتي نتاع البيتزا نحب نفوحها بالكليل والزعتر. واضح. ومغير فملح. على الكيلو. شفتوا على الكيلو، الكيلو ديما فما مغرفه قد هكاك تاع قهوه مالحه. واضح. واضحه. الزعتر والكليل كيما تحبوا. اني شبد نحب نحط حتى وين نراها لهي معناتها فيها الكولور الاخضر اللي حاجتي بيه. هذا يكونسر نوع العجينه فقط ومغير فزيت زيتونه. بعديك كي نجي في الاخر تلمي ونحب ندخل لها مغير فولا زوز مغير فتا زيت زيتونه. والصوص. الصوص شنو تعدوا له طبعا؟ باه اني الصوص نتاع البيتزا البازه نتاعو، البازه نتاعو الاساسيه هو الطماطم الكعب. هي اني الباز هذيك الباز بالحق معناتها تجيني بي بصوص بيتزا سي ديريكتومون طماطم فريش. واضح. طماط فريش كاش عندي هنا يمكن يطلع حكايه كيلو طماطم فريش كان نحيت منها زريعه بيان سور مش نحيلها قروسيه. هوني البصل اني نرحي معاه البصل بالحق بالبصل تطلع بنينه على الاخر. واضح. واضحه. فما شكون يحب يحط الثوم اني تجيني كي نحط الثوم نهربوا للصوص نتاع المقرونه دونك نبعد ما نحبش نحط الثوم. عندنا الثوم عندنا البصل براسك يا بصله كبيره على الاخر مع الكيلو طماطم يا بصله كبيره على الاخر يا تحطوا زوز بصلات صغار وانت عينك ميزانك نجم زيد تحط حتى اكبر من بصله فهمت اكثر. واضح. من بصله البصل اللي يبنن على الاخر وسيب على فكره الحلقة اللي صورنا فيها التصبير الطماطم والشريحة امشيوا وتفرجوا عليها. عطاتكم لاستوس باش تحضروا، عطاتكم لاستوس باش تحضروا صوص البيتزا بالمسبق وتصبروها. امشيوا تفرجوا عليها تنحطها لكم الفوق. قبل عملتها هكاك بالضبط. قبل كنت نخدم اني تو كويسك معناتها في الدار وكل شيء ما بين يدي ما يصيرش حاجتنا تبدا قدامنا خير. صوص البيتزا نكملوا في الصوصة. هذا هذه طماطم الاني صبرتها شوف بسم الله ما شاء الله لكلها احمر برك الله حمرا حمرا معناتها بسم الله والتكستير نتاعها قول طماطم معجونه شريفه من برا فوالا. اني هذا شنو عندي؟ اني انور منهم مره وعود ياخذ لي الاحباق حط لي بالي لوريغانو. لوريغانو هو الاحباق اللي تبدا ورقته كبيره واضحه. واضح. يبدا بريسك من غير ورده راه ماشي ورده وديه. اني شيحته وخليته كما هو علاش باش نرميه في الصوص فاتيك اللي هو نحاها. واضح. تعطيني جست اريير جوا كهو. هما نشوف في الطلين يحطوا الورقه الخضراء هذيك شنو هي؟ اوريجانو. هذيك الاوريجانو هذيك هما فريش يحطوها. فريش اي فريش تحط في الاخر اي. يعني بويسك ما ينجمش يقعد الفريش خليته. شيحته. هنايا بريسك نقولوا شطر مغرفه، المغرفه ممسوحه على الاخر ملح. خاطر بويسك باش نحط فيه مصبرات مانيش باش نملحوا برشا الحقيقه. شويه فلفل اكحل. هو الفلفل اكحل
اختياري، تحبوا تحطوه تحبوا ما تحطوش، ما يعطي حتى جوع على الفكره، ما يعطي حتى حد شيء. هنا الزعتر بيان سور، عندي الزعتر هنا تبارك الله بالورده نتاعه، معناتها تبارك الله تاخذ الوريده وتحط تحتها كيكه ما شاء الله تطلع لكم، هو شفتوا كله موضة حاجه طير على الاخر. هذا كونسيرنو الوحده. فما شكون يحب يحط فلفل احمر؟ نحط فلفل احمر انوره، نحبه محرحره شويه، باهي محرحره شويه، ما فكر عندي فلفل انوري موزبز هو بطبيعته، باش نحط مغرفه صغيره برا يزي فيه البرك، مغرفه صغيره خاطر اني عندي غايه موزبز. هذا على حسب الطريقه نتاع مهاره، راهو ماهوش معناها حاجه فيكس و بيان سور طريقتي اني راهو معناتها هكاك باهي. هذا بالنسبه للصوص، هذا بالنسبه للصوص نطيبوه نوريكم كيفاش باش نطيبوه هذو مع بعضهم هكاك باهي. هذو مش يترحاو ديريكت في وسط الروبو، باش نحطهم في بالطبيعه عندنا الوزاره هكاك ونحيوه وبعديك نتلقى باهي. وبالطبيعه عندنا الموزاريلا نتاعنا هذه اللي حضرناها المره اللي فاتت، وننصحكم باش تمشيو تتفرجوا على الحلقه اللي فاتت، فما اشياء اخرى هذه من الشهر. هذه هذه الجارنيتور نتاع البيتزا، هذايا شنو نحطوا الفوق كل واحد شنو يحب، انا ناقصه شامبينيون اختياري، احنا شنو نحطوا خضره فلفل وبصل وزيتون وكل شيء نحطوا نعملوا كعيبه، باش نعمل كعبه من غير خضره خاطر صغار ما يحبوش الخضره. اللي يحب شامبينيون يزيد الشامبينيون، اللي يحب الشامبينيون شاتي استوس في الشامبينيون. الشامبينيون مش تاخذوه من الحكه تعملوه ديريكت، شنو تعملوا؟ انا نقليه شويه زبده وشويه زبده وشويه ثوم شويه قد العين ثوم شويه معناتها مبشوره فهمت، وفلفل اكحل وملح وكركم وزعتر. وتذكروني صدقني الشامبينيون يمشي لقوه اخرى جمله، ما تحسوش شامبينيون. الفازه هذه شنو هي؟ هذه الفازه، هذه الفازه راهي اني ما كنتش نعرفها ما كنتش نعملها، ريتهم قداش مره كي نمشي ناخذ بيتزا معناتها راهم يجيو في الاخر الكل بعد ما طيب يدهن على حوافي ويعمل شويه بالفوق هكاك شويه واحده ثبتت في الوحده في الوحده باللار دبوسه باللار اللي هو عامل فيها، لقيت اللي هو فما الزعتر وكي طعمت في الدار طعمت اللي فما ثوم، دونك وليت اني نعملها شيء كبير. زعتر وثوم وفلفل اكحل. زعتر وثوم وفلفل اكحل، مش باش نحط ملح، علاش مش باش نحط ملح؟ على خاطر اني باش نحط له الزيت نتاع الترب. باش نزيد نقوي الجو نتاع الترب. اسمعوني، بعدين تحطوا زيت الزيتون وبعدين تحطوا زيت الترب. اني والحكه، حليت الحكه لقيتها تحسوا تن بنين، تن ابيض فاتح فهمت؟ مستعمل الزيت نتاعو. لقيته اللي هو فما جو كتحسه قديم هكا ومستحمر ولا شنو، ديريكت من الزيت هذاك نكبو فهمت، اني والحكا فهمتوني كيفاش. هذا هو شنو لوازم البيتزا نتاعنا. نحيو توا الطماطم نتاعنا ولا نعجنوا العجينه قبل هكا مادام هي تخمرت نتعداو نعجنوا العجينه نتاعنا. لا اله الا الله محمد رسول الله، ونبداو نحضروا في البرنامج نتاعنا. ربي يبارك لكم الناس الكل، وكي العاده ما غير ما نوصيكم باش تعملوا ابوني في الشان تاعنا، تبارتاجيو الحلقه كان عجبتكم وتحطوا لنا كجامك العجيبه، ورانا نحبوكم برشا. توا عندنا الفرينه نتاعنا، باش نحطوا فيها هذوما المطيبات. هذوما باش تفوحوهم العجينه. بالضبط. معناتها حتى كي تجيك طرف عجينه وحدها ما فيهاش طرف صوص على حراف ولا حاجه، فنة عالمية. اللي نعرفك فنانة. باهي، حطينا هكاكا، تو باش نعمل حفرة صغيرة، نحطوا فيها مغرفة سكر، عملنا حفرة صغيرة، باش نحطوا فيها مغرفة سكر، ساشي خميرة، باش نزيد معاها شطير آخر باش تزرع تسرع لنا في الحكاية، هذه كائنات حية معناتها. الاخرى مصنعه، الاخرى مصنعه. نجم نحطوا كائنات حيه معناها؟ هما ديجا هما كائنات حيه. باهي، علاش يحبوا السكر هما؟ باش يتغذوا، باش يتكافوا. علاش يحب الماء سخون الدافي؟ ماء دافي باش يولي ميني فافوري فوالا، باش انهم يتكافوا. عايشك على درس في السيونس ناتوريال. بارك الله فيك، مرحبا بك كل وقت. بسم الله. بسم الله. لازموش يكون سخون برشا، انا باش نبردوا شويه خاطر سخون هذايا. سخون برشا يقتلها. يقتل الخميره. لا. حيت مين نجيب قاري درس اليوم ما. الماء بالطبيعة على حسب شنو تستحق العجينة، على حسب نستحق. بسم الله. على فكرة العجينة نتاع الفريق البيتزا هذه أنا ما نعملهاش شادة روحها، هو جارية شوية، نعملها جارية تتلصق كريمة تتلصق معناتها في اليدين، ما تنجمش تتحكم فيها أنت. تبعوني تتشوفوا بالحق كيفاش تطلع معناتها في الآخر. باهي،
نطول نحطو نكملو على رواحنا. بسم الله يا ربي. باهي تكمل تلم العجينة نتاعها مها ونرجع لكم شوية أخرى ورب يبارك لكم الناس الكل. مها قول لنا شنو عملت بالضبط؟ اي تو زدت اني يمكن حكيت 200 جرام 200 جرام هذيك هي الفانيلا على معناتها على الكيلو نعملها بكريك واغزروا لها كيفاش ها كولونت تلصق فهمتوا هذاك شنو حاشنا بها ما حاشناش بها هي بصح حاشنا بها انها تلصق هكاك مش تلصق اكثر من لازم مش وعديكم ولا تحكموش فيها خاصه كي تزيد تخمر لا حاشنا بها احنا نحاولوا حتى كي نجيو نهزها باش نلقاوها تلصق حتى في تلصق حتى في الوحده اللي هي فيها باهي كيفاش نعملوا احنا تو باش ناخذوا شويه زيت زيتونه باش نحطوا لها شويه زيت زيتونه بسم الله بربي زيت زيتونه ما يسالش بسم الله حكايه زوز غير فيها زيت زيتونه توا باش ندخلهم في وسطها وبعديك نحطوا لها شويه زيت باش نخليها تخمر في وسطها بسم الله يا ربي دونك راهي البيتزا هذه ما عجنتهاش كيما عجنت الخبز العادي لميتها علاش هي مرخوفه ولا كيش نحطها تخمر تبارك الله فيها اكثر مي دونك فيها اكثر بوسيبيليتي انها باش تنفخ واضحه ونعملوا كل فاسك اللي نطيحوا العجينه كيما المره اللي فاتت نمشيو نعملوها ضربتين تطيحه هكاك حتى نقول لكم هذه بالحق نحسب لكم مثلا 4 دراج ولا ربع ساعه ونقول لكم كيش طيحناها هذا تو زيت حشنا به باش يدخل وسطها انور نعم شم ريحه العجينه وحدها شوف مازلت ما حطيناهاش على سخانه الزعتر بنا مش ترمال شفتها كيف تتلصق هذا شنو حاشنا بها احنا كولونت على الاخر تو نحطوا شويه الزيت نحطوا حكايه مغرفه زيت جوس باش نخليها تتخمر في وسطها معناتها بسم الله يعني وريتكم طريف كيفاش قاعده تعجن فيها واحده واحده وتسيسها كيما نقولوا تسيس على خاطر هي هكاك فما اسمعني فما شكون يقول لك تحطها في الفريجيدير الاصليه نتاعها ما كل شيء الحقيقه نتاع ربي ما جربتهاش اللي يقول لك تحطها في الفريجيدير وتعاود تخمرها من غدوه وتعاود تعجنها وكل شيء تطلع لك نابوليتان كيما نقولوا اكزاكتوم احنا مش باش احنا قصر هلالي يعني قصر هلالي دونك بيتزا بايادي تونسيه بيتزا بنينه ياسر تعمل 66 بالحق راهي بالحق بنينه راه والله مش على خاطر اني ما نعمل فيها ولا حاجه بالحق شهادة حتى ولادي معناتها تعرف دراري صغار ما يحبوش اللي يجي ما يحبوش اللي يجي وما يرضاوش باللي يجي فهمت دونك هذه نخليوها ترتاح في المهم بالضبط. احنا نحطوا في الشباك خاطر ديما الشمس موجوده شمس يعني في بلاصه سخونه دافيه الشمس دخ سخنوا الفور حتى في الشتاء سخنوا الفور وحطوه فوق حطوها في الفور ومش يشعل طفي وخليها في الفور كوكو تسخن شوي دفي الكوكو دفها مش تسخنها تسخنها تلصق فوسك وتطيب العجينه دفها جوست تدفي انا في الشتاء عندي اسيوس اخرى نعملها كيف كيكه ونغطها وناخو نحطها في كوكوت ولا نغطي هذه ناخو واحده اخرى بانو اخر اكبر منها مسخون سخونه ونحطها كي بان ماري معناتها انتم ما تتحيروا على الحاجه اللي تحبوا تعملوها وكها تو اني هذيش نغطيها ديريكسيون شباك يلا هاي بنت السوسي باه هذا عندنا شويه زيت عادي من زيت الزيتون زيت عادي معناتها زيت نباتي شو نحط عليه الزعتر ها باش يخرج الزعتر عندي صحابي سوريين نمشي نخدم في اسطنبول يفطروا الصباح خبز وزعتر صدقني كوبلة عالمية شوفوا كل الاجواء كيفاش اسمع ماناش باش نحرقوه ماناش باش هو ما يتيبش معناتها جوست باش يخرج زيوت العطرية نتاعو باش يبن لنا الصوص واضح نبداو نمشي ونحركو منحشناش باش تحرق صحة يا عمري صحة بابا باه ديجا الريحة بدات تطلع يعني. بالضبط أنا في لحظة الحكاية 30 ثانية هذيك لازموش يتحرق يولي هيك حال وكل شيء تبارك الله الكولور وديما نشيح في الظل لك علاش كولور الحاجة تقعد خضراء معناتها وصاني هو على فكرة الراجل اللي خذيت من عنده من جملتها خذيت من عنده زاد الحبق نتذكر وقتها قال لي الحبق شيحه في الظل بالضبط الظل
بالضبط تمر. بالضبط تمر. هاو لحظة خليني نشيح في الظل. شفتوا لونه أخضر؟ أخضر أخضر أخضر. شي كحول يا جماعة، شفتوا ولا؟ مش محروق. ما يتحرقش، ما يتحرقش في الشمس. باهي توا احنا مش باش نزيدوا أكثر من هكاك يزي. باش نحطوا لهنا الطماطم اللي رحيناها. بالضبط. والبصل. باهي. تبي نقليوها شوية؟ شوية. هي باش نخليها تتقلى من بعضها، باش نحط كل شيء على بعضه طبعا. مش باهي. كل شيء نهبطوا على بعضه. بسم الله. هذوما حتى كان ما تنحاوش من يعملوا شيء، ما نشوفش يضروا ما نشوفش شيء. هذه تزيدها ما من بعد ولا؟ يا سير بالطبيعة باش نزيد، معناتها مش طارب باش نخليها تطيب على ديريكت، معناتها مش باش نعمل لها على نار هادية. على نار مش باش نفلوش نقوي وبعديك نخليها على نار هادية ما دام تخمرت لي العجينة. باهي. نتيحوا قد قد. ما ها في الكواليس قاعده طعم في ضربه حذاقه كالعادة بالحذاقه واحده. لازم الحذاقه هذه زايد معك خذيت وربحت. عندك شك انت؟ جي بري جي غاني. عندك شك انت خذيت وربحت؟ باهي احنا باش نعرفوها هذه باش طيب معنا نورمالمون كيما الاكلات العاديه نتاعنا تقر الزيت نتاعها ولا اي باه. باش نكمل نحط عليها مغاية ضرب حذاقة ونخليها تبقبق. خليها هيك تتقلى قداش وقت؟ وقت تراول هي ما زيتها طلع فوقها وتخلي فوسطها الكل حتى تشوفها من بعد ما تتحسها ولات كي صوص 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 مقرونة صوص زيت عقليك. والماء قداش تزيد حسب التقريب ولا؟ ما زدتش برشا راني زدت شوية برك يحكر لي يمكن اشتركاز هذيك هاو كهو كهو باش نخليها توا عارف اللون نار قويه حتى فين تهز غلوتها. ومن بعديك باش نغطاها ونخليها تمشي سله سله. لا الله رسول الله. طيب الصوص نتاعنا العجينه تتخمرت. العجينه تتخمر. اي باش مشي نتفقدها توا نشوفها شنو طلعت ولا لا. باش نعاودوا جوست نذكركم كيفاش ما هي تطيح العجينه باش تربح بها الوقت وكهو. وهذا هو ربي يبارك لكم الناس الكل وربي يخليكم. وما غير ما نواصيكم باش تعملوا ابوني في الشان تاعنا تبارتاجيو الحلقه كان عجبتكم وتحطونا في جانب عجيبه وربي يبارك لكم الناس الكل وربي يخليكم. العجينه نتاعنا بعد ربع ساعه هذه تقريبا ربع ساعه اربع دراجه ما شاء الله خمرت. اني باقي مانيش باش نستعملها توا باش نعملها هكا. هذه تربحك في مرحله نتاع عجنان اخرى. بالضبط كالعاده نهبطوا ونلموا اللوطه ديما السيرفاس لازم يكون ليس هكاك هكا ترجع للبالكون نعاودولها مريره اخرى والا زوز مرات وسي بون. احنا وطول بال اللي عنا تحبوا مريره تحبوا مريرتين هكا وما شاء الله تطلع لكم تهبليه. هكا هذه صوص البيتزا نتاعنا حضرت زيتها فوقها ما شاء الله امورنا وريقله. شوفوا الاناقه والرشاقه واللباقه طيحتها مرتين يعني راهو تبارك الله ما شاء الله. تنزيد نشوفوها كيفاش شوش نعمل هنا دول باش نقسمها على اربعه على أربعة كعابر كعابر أربعة كبر باهي أربعة كبر للبيتزا. الحشو نتاعنا قسمته على أربعة هذا حطيت فيه زيتون وبركة خاطر صغار ما يحبوش البصل الواحد والتون قسمته على أربعة باش كل واحدة تاخو قد الأخرى. بالضبط هذا الزيت اللي عملته بكريكا الخلطة العجيبة صدقني بنين مش نورمال وين يقول علاش شبه بنين على الأخر مع الفازة اللي عملها هما فهمتها وكفى. باش نحطوا توا الفرينه علاش فرينه خاطر احنا عجينتنا ماهيش عجينتنا معناتها ماهيش شاده روحها برشا باش تعاوننا الفرينه. بسم الله بركة الله بسم الله اغزر اغزر الكبر ما شاء الله اللي بيلدير هذوكم يعني يوريوك انه العجينه ما شاء الله خذات حقها في الخمرين كومي الفوم معناتها. باهي شو باش نعمل انا توا باش نعملوا اربعه كور كيفاش؟ هذا تقسمه على زوز على زوز وهذا على زوز سهلة العملية حتى كالعادة كي مستنسين في العجنان ناخذوا ونحطوا نلموا اللوطة باش نكونوا كيل واحدة هذه باش تخلي العجينة اوب تطلع. بسم الله ما شاء الله اغزر لي بالباب معناتها تبارك الله ما شاء الله معناتها انا تجيني الحقيقة كي جربت الطرق هذوما
جيت لقيت روحي اني من مش محتاجه اني نحط في الفريجيدير ومعناتها وذاك الكل كي تعمل، فهمت هذه كيف كيف بالطبيعه احنا مش بالضروره باش نعملها قد اما هي الكابوره ما تمشي في البلاتو لك حل نتاع الغاز هذاك ولا اكزاكتو بالضبط في الكبره هذاك معناها اللي عنده معناها اللي عنده بلاتوات مدورين اصغر ولا يصغر يقرح انت حسابه. ان شاء الله تلصق ليش تزيد تخليهم يرتاحوا لا باش نبدا باللولانيه اللي عملتها هي نتفها حطوا الفرينه شبعها بالفرينه خير من تلصق لكم هذه هيك عبره الاولى باه بلاتو تاعنا كي العاده شويه فرينه باه باش ناخذوا العجينه تاعنا نبداو نحلها بالسياسه اونترتون راهو الفرن تاعنا قاعد يسخن قاعد يسخن لازمها فور قوي على الاخر بعد ما نكملوا هكاك باش نحطهم الاربعه في بلاتواتهم علاش على خاطر وجهك باش نبدا باول واحده بديت فيها باش نخليها لها وقت اللي يزيد تخمر شويه في وسط البلاتو هذا هو البيوت نتاعنا راهو على قد ما تخمر لك البر على قد ما تاخذ اقل وقت في الفوق وعلى قد ما تطلع لك طريه مش نورمال هذاك علاش الطلين كيف يدخلوا كعبه البيتزا للفور من بعد تقعد 30 ثانيه على خاطر هي البيتزا كي تخمر تلقى في الشباك سمعت عايشه ولا قول لهم اعمل ابوني فشان ابوني فشام تاعنا ولا احنا نحبوكم برشا احنا حبوكم برشا مش بنتي باه هذايا الاولى كملوا نحطها على جنب ونمدوا الاخرين كنا نعملوهم وتنحلوهم ونرجعوكم ونرجعوكم شويه اخرى ربي يبارك لكم الناس الكل وربي يحفظكم هيا انت ريتك حطيتها في الفور شفتها حطيتها في الفور قبل جوست نحسها لا هي قعدت هيك بدات تطلع في الفقاعات على البلاصه نخرجها نحط عليها صوص نعود نرجعها نتاع الحكايه كل دقيقتين ماكس ماكس هذه هي الوحده نتاعنا اللولانيه هكاك اغزروا لي توا مازالت بيضه راهي من اللوطه واضحه باش نحطها انا راني ما نحطش من اللون ما نحطش من اللون اشوف لكم علاش قبل كنت نحط من اللون نحسها العجينه ما بين العجينه والوحده تعجن كيما كي العجينه هكاك تحسها دونك احنا نعملوا لها هكاك عباره نشمعوا فيها الوحده باه تو باش ناخذوا الصوص بسم الله يا ربي وبركه الله اللي يحب يعملها بصوص بلونش ينجم يعملها بصوص بلونش بنينه زده هايله بنينه على الاخر بصوص بلونش باهي انت تو باش تحط الصوص وتعاود ترجعها نعاود نرجعها التن نخليه حي من لا في الاخر يودي بعد ما تحمار هي من اللوطه اني يعني جوست تجمير من الفوق راه ما نحطش التن من الاول الحقيقه باهي هذه نرجعوها للفرن نطيبوها نكملوا نفس المراحل الكل بالضبط وقتها تحمار لازمها تحمار من اللوطه راه لازم تحمرها من اللوطه وتبدا مزيانه وكا تبارك الله شوفوا بيتزتنا معناتها ما شاء الله الفقاعات خرجوا مورهم رجله باهي ربي يبارك لكم الناس الكل ونرجعوا لكم بعد ما نكملوا يعني نكملوا نحطوا البلاتوات في الفور تحمر من اللوطه نرجعوا باش نعملوا الكارنيتور نتاعها كل نرجعوهم تحمار من اللوطه ونوليو نكملوا بقيه المراحل نتاعنا وربي يبارك لكم الناس باهي توا كملنا هذه بعد ما خرجت احمرت من اللوطه باه تو شو نعملوا لها توا وينش نحط التن علاش نحب نحط التن من اللوطه ما نحبش نحط التن من الفوق نحب نحط الفرماج اخر حاجه هي باش تشد لي لي كومبوزونت الكوليكي وما يهبط منهم حتى شيء واضح هنا كل واحد كيفاش يحب يعمل انا نحب نحط ديما التن من اللوطه بالكل على خاطر باش ما يتحرقش ما تبدلش البوم تاعه يقعد محافظ معناتها الموتزاريلا اللي تحط فوقه هي اللي تحافظ له على النكهه نتاعه كيما في البيتزارية وكل شويه عايشه كيما في البيتزارية وكل يحطوه في الاخر حي هاك شنو علاش سالت حي وقت بعد ما يخرج فهمت اني لا نحطه طو هذه طريقتك انت مش طريقتي لا برشا يعمل فيها هكاك ديجا يخليوا المنظرين لاخر حاجه راهو مقلوبه فوالا اكزاكتومون باهي حطينا التن طب باش نحط الخضره نتاعنا كل واحد شنو يحب
هذه بيتزتنا حضرت ما شاء الله. الفرماج رتوك هش تحل كومبليت مهدي الموتزاريلا صنعتها اني راه شوفوا تبارك الله قداش تحلت واضحة معناتها بالحق تبارك الله ساريا بوار مع نشريهم من برا معناتها بالحق حاجه غارانتي 100% معناتها فهمتها باه توا باش نقسموا البيتزا تاعنا خطيره هي بردت شويه هيك علاش توا ما هي تتجبد بالقدي باه نقسموا البيتزا تاعنا ونمشيو الاهم مرحله في الحلقه تاعنا اللي هي نمشيو الاهم مرحله في الحلقه نتاعنا اللي هي نذوق لكم الحاجه اللي طيبتها مها اللي هي الحلقه نتاع اليوم بيتزا تعمل 66 كيف ويلا نمشيو مع بعضنا. واخيرا حضرت الاجواء العالميه نتاعنا بيتزا تعمل 66 كيف بيتزا دياري مخدومه في الدار بكل حنيه وحب وحنان. اه يا سيدي بن سيدك ريكتي سايلة ريكتي سايلة إجا شوف مها شوف الإبداع شوف الأناقة موزاريلا عربي هاند ميد هوم ميد 100% يا حبيبي يا حبيبي بسم الله والله ما مش نورمال الله يبارك لك صحه الله يبارك لك ساره الله يرحم والديك تبعوا الوصفه تبعوا مها نقصت هي فما حاجه بركه هي راهي تتجبد على الاخره خاطر هي سبردت شويه توا هيك علاش ما تظهرش من الباهي لا هي ما هي تتجبد اما هي نورمال مو تتجبد راهي بالقدية البات طريه على الاخر طريه وحشوشه فيها ذوب ذوب فيها قرميشه من اللوطه اي حمرا كما قالت لكم مها من اللوطه هايله ياسر ما نجم نقول لكم كان تبعوا الوصفة تبعوا الوصفة شد لك شوف الفرماج شفتوه ولا جبد جبد موزاريلا عربية ما خطر يبردت شوية راهي ورائعة جدا 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 ربي يبارك لك يا مها يرحم والديك خدمة صعيبة جازيونا باللابون مو بالبرتاج ربي يبارك لكم الناس الكل حطونا كجامك العجيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.